العائلة ديالنا أحلى عائلة. شوفوا شنو دايرة، قولوا لي الصحاب. المهم ما غادي تستفدوا حتى شي حاجة حتى شي حاجة حتى شي حاجة من هذا الفيديو. أيتما ديسما أزول فلون، السلام عليكم أحلى عائلة. كنتمنى من قلبي تكونوا بخير وتكونوا مرتاحين وأنتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. المهم الناس اللي أول مرة يشوفوني، معكم وفاء من قناة وفاء بردوز. ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك، داك الزر الأحمر اللي كاين هنايا أسفل الفيديو. وما تنسوش ايضا انكم تنضموا لنا العائله في الانستغرام، الاحلى عائله. طبعا غادي تلقاو لو ليان حتى هو في لابغدانفو. شنو هو لابغدانفو؟ هنا هاد البلاصه هنايا نيشان، غادي تلقاو واحد السهم، واحد المثلث ديال بحال هكا، داك المثلث كتوركوا عليه تيخرج لكم لابغدانفو. غادي تلقاو فيه بزاف ديال المعلومات، منهم لو ليان ديال الانستغرام ديالي ومنهم لي برودوي اللي غادي نستعمل اليوم للبشره ديالي ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم، غادي نبقى انا خدامه وانا كنهضر باش ما يجيش هكا الفيديو طويل. وتوحشتكم بزاف، توحشت لي لايك ديالكم، توحشت تعليقكم الزوينه، توحشت المهم كلشي كلشي. وسمحوا لي حيت كندوي بزاف، حيت انا هكا كندوي كيكره. اليوم كاينه معايا بنت خالتي ضيفه وما غاديش تبان لي انها مازال قصير. ياك مازال ما عندكش لاكاط؟ شحال في عمرك يا لي؟ نسيت. 8 سنين. 8 سنين ويلي، واخا بنت خالتي باقا صغيره وفرحانه وغتموت بالضحك حيت اول مره غتشوفني كنصور ياك. اول حاجه غادي نديرها قبل ما نبدا هو غادي ندير هاد الكريم ديال لاغوش بوزي، المرطب ديالها. اصلا كنت قلتها لكم في الانستغرام البنات، قلت لكم راه زوين، وحتى بالنسبه للدراري اللي كتنشف لهم البشره ديالهم راه حتى هما يقدروا انهم يديروا هكا مرطب. وغادي ندير البوماليفغ ديال اوجيد بيو، واحد لا مارك اللي كاينه هنا في اكادير. شوفوا شوفوا شوفوا، وصلوني عندها واحد اللعيبات زوينين بزاف بزاف. هاد الخير كامل مازال ما جربتوش، ولكن غادي نبدا نجرب معكم اليوم. بعدا غادي ندير البوما ليفغ. فينا هو؟ ماشي هو هذا، هو هذا. واخا كيرطب هاكي، ديروا لنا شويه زوين. اصلا طبيعي ما يدير لك والو، واخا صغيره هادشي زوينه. مصوف في الدار عندي واحد كيتصوف في الدار، كلشي فيه طبيعي. وحنا درنا البوما ليفغ باش نوجدو سميتو. هاكي ديري منو، دير بزاف ديال لي برودوي. كاين هنا الموارد، كاين زيت ارغان، الصابونه ديال القهوه، كلشي مصوف في الدار. كاين غوماج حتى هو. المهم كاين غوماج. دابا ما غاديش نوريكم كلشي بالتفاصيل، انما فاش غادي نجربهم غادي نعاود نوريهم لكم. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في لابغدانفو، دخلوا عندها سولوها على لي برودوي وداكشي كامل، ولكن مازال غادي نهضر لكم عليهم بالتفاصيل فاش نجربهم. يوي فيهم هاد جوج ديال الايلاينيرات. المهم كيما وحلت معها في الانستغرام غنحل معها حتى هنايا. وصوني عندي فيهم جوج، واحد في القهوي واحد في الكحل. المهم عندهم داكشي رخيص، هادو بالضبط ما عرفتش شحال كيديروا، مي لي باليت عرفت الثمن ديالهم، غادي نقولهم لكم باش تهناو. ما كيعجبنيش قال هذا داير بحال الريشه، شفتي كي داير؟ يعني كترسموا به كيجي ساهل. شوفوا كتقدروا تحكموا فيه نتوما كيف بغيتوا. والزوينه هو انه ما كيتمسحوش، شفتوا؟ شوفوا ما كيتمسحوش، كشتي ما كيتمسحش. انا هذه دايره تقريبا شي 170 درهم عندهم في لو سيت. المهم انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم، تقدروا تقداو عندهم غير من الانستغرام بلا ما تمحنوا راسكم مع لو سيت. وغادي نخلي لكم حتى لو ليان ديال لو سيت ولو ليان ديال الانستغرام ديالهم. شوفوا شحال زوينه. وكاين عاوتاني هذه اللي حمقاتني، هذه الاخرى تاع من نفس لا مارك، عندهم ماكياج واعر. هذه تقريبا دايره شي 250 درهم، وغادي تشوفوا غادي تشوفوا زعما هذاك ديالها كي داير، شفتوا؟ المهم كبيره بزاف وفيها بزاف ديال الالوان. الماكياج اهم الماكياج، والله اول مره غادي نجربهم حيت ما جربتهمش، تستيتهم غير في يديا. ما كديريش الماكياج، كي خصكم ديري الفيديو تعرفي كيفاش ديري. راه هذا هو المشكل، وانا ما كنعرفش. الباليت الوحيده اللي كانت عندي هي هذه، شريتها ب 300 ريال في واحد العرس، كان عندنا واحد العرس وخصني الماكياج. شوفوا كي دايره. شوف هذا هو، هذا ما كيدارش. غادي نهز واحد الغوز من هذا وغادي نجرب الغوز من هاد الباليت هادي. فينا هو بحالو تقريبا، ها هو من هاد الباليت هادي هي. وغادي نتيستيوهم بجوج. شوفوا هذا اللي شفتي الفرق؟ كاين فرق. شوفوا هذا كي فيه لي كلا، هذا لا علاقه. شوفوا هذا كيفاش داير. هذه هي الباليت الوحيده اللي كانت عندي، كنديرها ما كدارش، فهي اصلا ما كتساعدنيش اني نتعلم المكياج، واخا كاع نبغي نتعلمو ما مساعدانيش. شنو المكياج بين ندير؟ نص راجل نص سمره. برافو، غادي دير نص راجل ونص سمره.
او جيد بيو غادي نخلي لكم في الانستغرام. اشنو حبيبه؟ كتعجبني الحاجه هي كتكون مصاوبه في الدار حيت كيكون فيها امان. اه تربي هنا ضرب الحلوه ولا مقر تربيتي قالت لكم الحاجه الا كتكون مصاوبه في الدار كيكون فيها الامان. درت واحد النهار غادي يطول الفيديو يوكا بلاتي درت واحد الفيديو في الانستغرام حولت راسي لولد خديت واحد الفوندو تاع من بيلا كوزميتيك اللي كاينه في مرجان حيت عندي هنايا واحد لي طاس وهذا الشيء علاش خديت لي برودوي ديال اوجي بيو كيخليو ليا الكحوليه داكشي علاش خديت لي برودوي من عند هاد لا مارك هادي بغيت نجربهم باش نصفي البشره ديالي حيت عندي لي طاش بزاف صافي وقلت صافي خصني ناخذ شي فون دو تان غير باش نبدا نسترهم على ما يبراو عرفتو مرجان ديال انزكان مع الدخله راه كاينه فلورماغ هنايا وكاينه انفاس معاها بيلا كوزميتيك تما فين خديتها ب70 درهم واحد النهار عاوتاني درت ليها في العيد الكبير كنت درت ليها ماكياج سينمائي عقلتي فاش قطعت لي كيدك انا درتها لها غير بالماكياج وصدقات الدريه معتب بصح وكتبكي قالت لي كضرني يديا حيدوا لي هادشي ضراتها بصح دابا هي غير لا دابا انا غير درتي هي داكشي كنحس بحال الا كنضرني ايوا حيت صافي تيقتي بلي داكشي بصح والله الا كاين فرق شوفوا بين هنايا وبين هنا المهم ما تغطاش بزاف حيت انا عندي لي طاش بزاف ولكن حسن لا غطالي غطالي ياك بعدا من البعيد كيبان كتبان التغطيه زوينه حيت شنو فرحانه باش نجرب هاد الباليطات واش فرحانه اليوم اللي جوني ولكن هادوك نجربو ما نجربو نخدم بلاتي واخا غادي ندير هاد الغوز غادي نخدم هذا زوين تا هو خدمي من بعدك غادي ندير نحاول اني ندير شحال من الوان المهم البارح باش تعرفوني راه حادقه البارح مشيت كنقلب في اليوتيوب على زعما كيفاش نخدم ماكياج الغلط اللي درت هو انني بديت الفون دو تان انا حمقه خصني نبدا يدلي بالعينين كيبان بحال الا زرق لك تحت عينيك اي راه كنت يديروا هادشي هو الماكياج ندير هذا وهذا نحطهم هنايا اه لا بلاتي غادي ندير هاد الهايلايت شوفوا فراس كندير بنفس البنسو باش تعرفوني بيلا لا واه الهايلايت كيديروا هي كيديروا لي هنايا سيدات شوفي يا خراشي ديالك خايبه ياك بلاتي بغيتي باش نركز فكرتيني حيت بغيت ندير السمرة راجل ولكن ماشي بحال هكا كي كيديرو لي دخلتو لعينيا خرمجتي بعيني بصح يكرهو جاتني من الاخر هادي غادي نشطها بديك الشيتا اللي قلت لكم كانت جابت لي ماما ب60 ريال مع الالعاب يا ربي الحبيب اللهم صبرني حمقني هاد اللون حمقني هاد اللون حمقني بغيت نصوب عميتها شنو هي اللي عميتيها عيني يا اختي يا اختي يا اختي بغيت كتقولي يا اختي يا اختي يا فرحت 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 دابا حنا قالت لي عمي تزادي ولا يا الهبيله والله ماشي مني تزاديتي واش حماقيتي وهي لي هذا دي لك الماكياج مني تزاديتي مالها بلات عطيني واحد الرمشه ولا العكس قالت لك دابا هي فاش حبسات لك الرضاعه كل واحد علاش كتفطموا ماما كاين اللي كتفطموا على انه يخرج كتحيدي الرضاعه وكتخرجوا كل واحد شنو انتيا فاش حبسات لك الرضاعه ما كاتليك وصوبات لك في الصالون بغينا حنا ناكل انا وياك بالليل وجابت لينا الطعام جابت لينا كسكسو فيه اللبن وبارد وانتي تاكلي وكنتي صغيره وانتي تقولي الله برد لي قلبي برد لي جوفي برد لي جوفي هادي كرام لاشز هيا راه ديجا كنت شاركتهم معكم واعرين الرموش عندها راه غادي نخليكم حتى هي باليان ديال الانستغرام ديالها في لابالانفو انا متاكده بلي ما صوبتهمش ولكن ماشي مشكل ما صايبتيهم هي كيكره غنشوف يكرم الصباع هي كتقمع فيا المهم الرموش هما اللي ما قديتش تعوجوا ليا شويه ما عرفتش علاش ماشي ما عرفتيش ما عرفتش ما عرفتيش غير عرفت كيخدم الروينه في عيني
دابا حيت كلتي الفانيل انت ما عارفاش داكشي واخا شي عفنك واش عملتي. غادي ندير هذا، غادي ندير هذا الاحمر الخدود. اسميتو يكرا فغاجو. فغاجو ما تضحكي. واخا الحبيبه. واخا باش يكون كيبري واحد الشويه. واخا اش غادي نعاودو نديرو شي فيديو وتجي انت تماكي ليا صافي. واش صافي ولا ماشي صافي؟ لي بيتي طبعا هنا ما غاديش ندير لا فوندو تا ولا لا. هادشي ماشي كيعني ان الرجال هما وجههم مطبع، ولكن غير حيت انايا بنستغل داك الطبع اللي عندي. راه كاينين الرجال تبارك الله ما شاء الله عندهم وجههم نقي على ديالي. وفاء دابا هاد النص اللي غادي دير فيه راس هنايا عند القنوفه هنايا الوسط، النص ديالها دير فيه العكر ديال العيالات والنص الاخر لا. ايه داكشي اللي غادي ندير ان شاء الله الا كتب. الو ودابا غادي نمشيو لتمارت. تمارت بغات تشوفها اكرام. تمارت هي الحيه بالامازيغيه ولا بنشوفها؟ هي راه تشوفيها دابا زوينه دابا. اول حاجه غادي ندير نحاول تكحلي تما غير باش يبان الفرق، فهمتي؟ باش تبان هاد العين ماشي بحال الاخرى. واخا راه الرجال ما دايرينش بحال هكا، الرجال راكم ما دايرينش بحال هكا، راكم زوينين. ها هي قالت لكم اكرام راكم زوينين، راه غير ناسكم كحلت عينيكم. يلا سلام سلام. ما انت علاش كيبان هنا في الشكل؟ وكيبان لي 18 كيبان غير الطراز ديالها بحال الا كيبان بحال الا بطرطق. يلا بطرطق فيك ديك انت. يلا بطرطق الحياه. يلا كتنوض كنت محسنه والبارح بدات كتنوض. جيت زوينه يا اختي. جيت زوين جيت زوين بغيت نقول جيت زوين. غادي ندير هذا القلم هذا شريته بخمسة دراهم. هادشي كرام اللي قالته لي انا ما كنعرفش. كتعرفيش؟ كنعرف حالي انا عفيت وبرقو. لا علاقة. تجربة فاشلة جدا جدا جدا. تجربة ناجحة جدا جدا بصح جدا. بصح يكرم ما تكذبيش عليا. ما كنكذبش عليك. شكرا. انا مول فعل كذوب. لا يكرم المهم شوفوا انا درت. وهنايا مرا زوين زينة. بصح شكرا. دابا هذا الشيء اللي درتي لهنايا فشي عرس ديري الزجاجه بقى ما كي بحال هكا فشي عرس كيجي زوين. وهنايا والله ما عمرك ما درتي ما عمرني ما كيت بحال هكا فشي عرس ولا شي لعيبه. كنت كديرها شي حاجه خفيف واحد الفراجو تجي هكا خفيف وسيري بالك. انا عجبني عجبني هاد الجهه عجبتني وهاد الجهه حتى هي عجبتني. واخا شوفوا هنا راه كيبان راه ما سمرش بزاف، راه غير طراز ديال الزيف مع البولاكينه من الظل ديال الزيف. اما ما نديرش بحال هكا عجبني راسي في راسك. عفينا شي تيز هانيا. كنهضر معاك انتيا كنشوف فيك في المرايه. كلشي مزيان مزيان الله حافظك. شوفوا داكشي زوين عجبني. ما عرفتش قولوا لي كيف جاكم. المهم انا راه لا يا ديري ديك الاغنيه اللي بيتي. واخا غادي ندير هاد الكلاب نصور واحد الفيديو في الانستغرام. المهم غادي تلقاو الفيديو ديال الانستغرام ديال هاد الرن غتلقاوه في الانستغرام. فرحت عجبني. ايوا ديري دابا داك الفيديو. غادي نديرو دابا باش كي شوفوا فمي كي درت ليهم. نص نص حجباني غلطو عجبني الصراحه والله. غنبقى وبلاتي بلاتي الجهه ديال العيالات جاني هنايا بحال لا فيه شي حاجه كحال لا شعر شعر. شعري هذا الزوينه ماشي شعري نواضري هادو نواضر هادو سميتو نواضر. شي اللي جينا صافي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله على صفقات وفوق برده. وخليتكم في حمايه الله ان شاء الله.